السلام عليكم، مرحبا يا صبايا ويا شباب. خبر كتير رائع وحلو للي بيفيده هالخبر هذا، واللي هو انه كندا فتحت المنح الدراسية للاجئين اللي موجودين بالأردن وبلبنان، حصرا بهالدولتين. ما بعرف ليش بس بهالدولتين هذولي. انا معي ورقة كاتب فيها شوية معلومات، راح اقرأ منها واشرح لكم اللي انا فهمته. هلا اول شيء هن انفتحوا منحه. المنحه هي راح اقول لكم اسمها بالانجليزي، هي دبليو يو اس سي، بعدين كاتبين شحطه اس ار بي سكولرشيب. هلا اكيد هي اختصار لشغلات انتم بتعرفوها، يعني راح اكتب لكم اياها بشرح الفيديو تحت. طبعا المنحه هي انفتحت من تاريخ اليوم، بتسكر أو بالأحرى الطلبات بتتقدم من تاريخ اليوم لتاريخ 5/5/2018، يعني فقط لمدة شهر واحد بحق لك تقدم الطلب. طبعا الطلبات أو المنحة رح تكون للأعمار فقط بين 18 والـ25، يعني تقريبا خلينا نقول من عمر من يعني من مواليد 93 لمواليد 2000. هاي نقطة كثير مهمة، يعني مو لكل الناس، يعني هي المنحة فقط للطلاب، يعني للأعمار الصغيرة بس. بالنهاية بتفيد، يعني هي منح مجانية، قولا واحدا مجانية. طبعا خلينا نشوف، رح أقول لكم شو الشروط اللي مطلوبة بهي المنحة. أول شيء إنه يكون فقط حاصل على شهادة البكالوريا. المستندات اللي رح يطلبوها منك هي شهادة البكالوريا وكشف علامات، أي نقطة كتير مهمة لازم تنتبهوا لها. طبعا مثل ما قلنا لكم لازم يكون لاجئ يا بلبنان يا بالأردن، مسجل بالمفوضية، مسجل بالمفوضية انه هو لاجئ، ومصرح، وهي نقطة كمان كتير مهمة، مصرح انك انت ما عندك مشكلة انه بدك اعادة توطين. هلا خليني اقول للناس اللي مو مسجلة مثلا يسجل، لانه هي كل سنة بتنفتح هاي المنحة، كل سنة بتجيب عدد معين من الطلاب كندا، وبالتالي انت اذا ما قدرت تستفيد منها هاي السنة بتستفيد منها السنة الجاية، يعني منيحة. طبعا لازم يكون يتقن احدى اللغتين، الفرنسية او الانجليزية، وهلا بيعرف بعدين ليش كمان لازم يكون متقنون، يعني طبعا عزابي حصرا، يعني مو والله تجي لي وحده والله انا مخطوبه بدي اخذ خطيبي معي، والله انا خاطب وبدي اخذ مرتي معي، لا، شرطهم الاساسي انك تكون عزابي وانك مو معيل لعائلتك، يعني هن ما بدهم اياك تكون حامل هموم فوق راسك ويجيبوك لهنا ما حتدرس، قولا واحدا يعني هي. طبعا لازم تكون بمعنى ناضج، يعني خلينا نقولها نحن بلغتنا يعني أبضاي، يعني انت زلمة قد حالك، بتقدر يعني قد حالك بال 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 يعني أبضاي، شو بعرفني يعني هيك، انه قد حالك يعني قد المسؤولية. طبعا الطلبات ما كتير هي صعبة، انتم ملاحظين يعني شهادة بكالوريا بس وشهادة العلامات تمام الحكي، والأوراق اللي بتثبت انك انت مسجل بالمفوضية. طبعا في ايميل حاططه كندا، انا راح احط لكم الرابط تبع المنحه، بتفوتوا عليها بامكانكم تسجلوا وتشوفوا يعني وتقروها بشكل كامل وتشوفوا بالتفصيل الممل تبع، لازم تتبعوا الخطوات بدقه والا يعني بيروح الطلب عليكم. خليني اقول لكم شغله، طبعا في شغله كثير مهمه راح يطلبوها منكم كمان، هي انك انت تكتب مقاله باللغه الانجليزيه او الفرنسيه، وهي مشان يحددوا مستواك، يشوفوا مستواك باللغة كيف يعني أو شو هو. مثل ما قلت لكم كل المستندات هي بنعمل لها سكان وبتنبعت على بتنبعت بالإيميل يلي كمان رح نحط لكم إياه، يعني رح تلاقوه موجود على الفيديو نفسه. طبعا بدكم تنتبهوا، كتير مهم كتير مهمة، لا تصدقوا أي مخلوق بيقول لك هات مصاري وأنا بدبر لك، هاي نقطة كتير مهمة. هاي المنحة مجانية، لا ما في أي مخلوق يعني له
يد فيها او مكتب بيقدر بيقول لك انا بدبر لك وانا بعمل لك وانا قصص هي كلياتها والزعبرات هي كلياتها غير موجوده. حصرا بينك وبين الحكومه الكنديه، يعني حصرا انت راح تفوت على الرابط بموقع للحكومه الموقع تبع هو الدبليو، راح اعطيكم اياه بالضبط شو اسمه، يلي هو WUSC.ca. حصرا يعني لا يجي مكتب استشاري، يجي مكتب محامي، يجي مكتب اي مكتب يقول لك تعال انا بدبر لك اياها، انا بسألك هذا كلياته زعبره مجانيه ابدا، ما في اي شيء. يعني طبعا في خطوات لتقييم الابلكيشن. هلا انا في شيء فهمته وفي شيء يعني بيني وبينكم نص نص، بس انا الاهم شيء عم بعطيكم اياه يعني المهم بهذا الامر. طبعا في اربع خطوات بقيموا فيها الابلكيشن، اربع خطوات بقيموا فيها الابلكيشن، وهن بعد ما انت بتبعت الطلبات هي اللي طالبين منك تحديدا، بيتصلوا بالناس وبيطلبوا مقابلتهم بمكان معين بالبلد اللي هو قدم منها، يعني اللي هي الاردن او لبنان، وطبعا بيعملوا لهم مقابله وبيشوفوا مقابله. انتم عارفين يعني الحكومه الكنديه كيف تعمل مقابلاتها، المقابله هي طبعا بيسالوك شو خطتك، شو ناوي تعمل، شو ناوي تساوي. هلا طبعا اذا طشمي رح تضلك بالاردن او لبنان، اما اذا انت فهمان ومتكلم وعارف شو بتحكي وعارف شو بدك اكيد رح يكون لك فرصه اكثر بكثير من غيرك. هلا العدد انا ما بعرفه قديش اللي مطلوب بالحقيقه، لكن قدموا ما في خساره الحكايه، هي كثير مهم. يعني هي فرصة اللي عنده أولاد وبيعرفهم أنه بيحكوا إنجليزي أو بيحكوا فرنسي، تعبان عليهم هن صغار معلمون لغة، هي فرصة كتير كبيرة لأنك أنت تطلع وتدرس وتعيش بكندا وتأخذ الإقامة الدائمة بكندا. بتمنى أنه الكل يعني الكل يعني يعطوها اهتمام، مثل ما قلت لكم لا تسألوا مكاتب ولا محامين ولا أي إنسان، كل شيء واضح في عندك الموقع تبع الدبليو، الموقع اسمه www.wusc.ca. بتفوتوا عليه بتلاقوا كل المعلومات. هلا رجاء شغله كثير مهمه واخيره، انا اكثر من المعلومات اللي اعطيتكم اياها ما بعرف، يعني الاسئله ما راح تكون مفيده معي، فيكم تفوتوا وتشوفوا. وعلى فكره صدقوني انا شفت ناس جايين منها قبل هلا وجايين من لبنان، واحد منهم صديق لي هون بوينزر جابوه منحة على جامعة وينزر، عم يدرس بجامعة وينزر وكتير مبسوط واموره 100%، ولا دفع ولا قرش ولا فرنك ولا اي شيء، ولا سنت ولا هللي ولا مللي ولا غيره. هذا الموضوع اللي بدنا نقول لكم اياه، هلا بدنا نقول لكم اياه، والسلام عليكم.